عبد المالك كلمة حول لقائه. وش نقول لك؟ كما يقول لك لقاء فريق مو سهل، وإحنا درنا اللي علينا وقدمنا اللي علينا، ونشكر الجمهور كما يقول لك. صافي بليزير كتشوف جمهور كيما هذا. أداء غاب اليوم على التشكيلة، هل هذا راجع إلى تأثير الصيام أم كما يقول لك الصيام لا مبرر عليه؟ عندك ما سمى صيام علينا وعليهم، وكما يقول لك احنا درنا اللي علينا والباقي على ربي ان شاء الله. خلاص ان شاء الله نكملوا بهذا الريتم ان شاء الله، كما يقول لك نزيدوا نساكريفو باش نقدموا مباراه احسن من هذا ان شاء الله. اللقاء القادم سيكون بملعب 5 جويليه وامام فريق عاصي، واش تقدر تقول؟ كما يقول لك الفريق هذا نعرفوه، عندنا الدو العام اللي فات نعرفوه، وان شاء الله نكونوا في المستوى نقدموا مباراه مليحه ان شاء الله. كلمه الانصار نشكرهم وبارك الله فيهم وصحة فطرهم ان شاء الله. يعطيك الصحة.